اليوم أنا شايف مثلا بعيدا عن الطائفية، أنا شايف أنه المغني اللبناني أو المغنية اللبنانية كيف إحنا بنشوفهم؟ إحنا بنشوفهم بفنهم، قديش هم مخلصين، قديش هم أقوياء، مهرة، فنانين. بهذا الحجم نراهم، لا نراهم في تقسيماتهم. يمكن أكيد اللبناني أقرب إلى هذا الواقع هناك لأنه عايش، بس بالتأكيد إحنا ننظر إلى الغناء في لبنان على أنه هو من الأماكن اللي أنتجت وانولدت فيها أفضل وأجمل الأصوات في العالم العربي. على عيني هذا اللون اللي بتحس فيه أبو محمد إنك يعني ما غنيته قبل هيك؟ لا ما غنيته. قبل الزلف ما غنيته. راح نستعرضهم الآن. بس في الحقيقة في سؤال البارحة كنت أفكر، كنا في مرحلة الإعداد مع الأستاذ عبد السلام جد الله، كان يقول لي إنه الزجل هو اللون الوحيد اللي موجود في لبنان دونا عن بلاد الشام، يعني مش موجود في الأردن، كان موجود في الضياع. الزجل يعني مش موجود في سوريا ولا الأردن ولا فلسطين. لا لا لا, لا. الزجل بس ممكن ممكن بسوريا ممكن، بس هو الأصل بلبنان موجود الزجل. وكيف الأصل؟ الزجل يعني لو حبينا نستعرض اللي هو هيهات يا أبو الزلف هذا هو. لا الزجل اللي هو الرد افتكر اللي بجيبوا كثير برامج بردوا على بعض. انا مش حافظه يعني صراحه. مش حافظه. احنا الله يسلمك اخترنا للاستاذ وديع الصافي يعني موال بمسنا جميعا ويمثل تقريبا اجابه لكل تساؤلاتنا. نعم، فخلينا نسمع هالقطعه. يلا لبنان قطعة سماء عالأرض تاني ما لوحات الله راسمة رسمات أحلام الحلا عالطامعين محرمة بحج للخاشعين مخلدة بالسيف ما بتغلى دماء وللضيف من قلوها هلا بالسيف ما بتغلى دماء وللضيف من قلوها هلا لبنان مرحبا بكم أعزائي مرة ثانية مع ضيفنا الجميل أستاذ فضل شاكر. كنا حقيقة
نتكلم في الألوان الغنائية الموجودة في لبنان، وابتدينا بقطعة سمعتها أبو الزلف من مقطع من أغنية لنور الهدى، وتكلمنا عن الزجل، وحضرنا عتابة من أربع أبيات، وسألت أبو محمد الفنان فضل شاكر إذا كان يدندنها لنا باللون، فتفضل مشكورا. خلينا نسمع أبو محمد فيها. طيب مع أنه أنا يعني هاللون ما أعرف أغني حقيقة. طيب خلي يكون صوت الخليج مثلا عندهم حصرية. حاضر. بتقول بلادي الغبت عنها لايمتني، وعم تفكر الغربة لايمتني، اطلبي لالله يا امي لايمتني قبل ما تنتهي سنين الغياب. الله 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 بتعرف. وبعدين بعدين بس يعني لو طلعت لمنطقة ثانية مثلا، لو لحنت، لو انتقلت في الطريقة مثلا انت هي نفسها هي بلادي الغبت عنها لايمتني، وعم تفكر الغربة لايمتني، اطلبي لالله يا امي لايمتني قبل ما تنتهي سنين الغياب. الله 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 الله. استاذ طارق ابو جوده الله يمسيك بالخير، انت فعلا محق لما قلت انه فضل يستطيع ان يغني اي شيء. يا حبيبي. اوكي حبيبي. راح نكمل في الوان الغناء. فضل انت حبيبي ما عملت دبكه. لا دبكه اي، ولا عملت الوان مثلا مثل الدلعونه. يعني ابو الزلف والدلعونه والدبكه وهاللون مش لوني يعني. أوكي. ما بعرف غني. في دلعونتين نوعين من الدلعونات ولا اكثر؟ في اللي هو الهواره وفي الزجل، يعني الزجل غير الهواره وغير الدبكه. خلينا نسمع من افتكر يعني نسمع بعض. نسمع دبكة اولا. دبكة نسمع الدبكة. دبكة أصلية صح؟ آه. دبكة أصلية طبعا دبكة أصلية. أوكي. الدلعونة في دلعونة جبلية
وفي دلعونة ساحلية. أنا هالفرق قريته مرة في مقابلة للدكتور وليد غلمية، كان بيقول مثلا على دلعونة على دلعونة ترا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 ر
يسمعونه على لأنه في قفز على الصخور. أيوة 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 أيوة. مين الأكثر متداولة عندكم وتحسوا فيها؟ هل بتفرقوا بين كونها جبلية وبين كونها ساحلية أحيانا؟ والله حقيقة أنا هاي الموضوع ما بعرف فيه حقيقة. بس يعني والله طلعت تعرف فيه كتير. لا أنا سامعه طبعا، بسمعه من فيروز ومن وديع. لكن مين الأقرب لك أستاذ فضل؟ هلا انا الاقرب لي اللي يغني يعني فيروز غنت هاللون، هذا هو اللون، ووديع الصافي اللي هو شعبي كتير يعني اللي هو حابب يدبك بس مش اكتر. اوكي، والهوار انت ما غنيت فيه شيء؟ لا ما غنيته. ما غنيته؟ ها طيب ممكن شباب نسمع. محمد حبيبي، اللون اللي غناه عاصي لون او بالاحرى هو كلام قديم واللحن قديم لكنه مسجل حديثا، يعني تسجيل اليوم، يعني مش هيك كانوا بيقولوا؟ ما هي الهوارة هي هيك، بس بيتغير الكلام هي بس فيها. أوكي. يعني بس الكلام اللي هو يتغير، بس هي الهوارة هي هوارة هيك. وهي متفق عليها في كل انحاء لبنان تقريبا ولا بتختلف بين منطقة ومنطقة؟ هلا ما بعرف انا اذا بتختلف مثلا هلا بالجبل بالبقاع يعني بغنوا هاللون هيك، هو رياب الهوارة، بس بيختلف الكلام، الكلام اللي يغيروا بالكلام يعني يعملوا ويكتبوا مقاطع. طيب هور شو معناتها؟ ما اعرف هور رياب الهوارة، ما اعرف، مش من تهور يعني، ما اعرف اذا ما دمنا في الحديث عن لبنان والوان الغناء، خلونا نسمع هالمقطع من السيدة فيروز. تسأل شو بيه